السلام عليكم. مع انتهاء السلسلة التدريبية الاعلامية لتدريب الجراحين على الجراحة في زمن الحرب، سنناقش اخيرا حينما لا يوجد جراح. في الظروف التكشف ممكن يكون هناك ممارس عام، طبيب اخصائي بس تخصص غير جراحة، ممكن ممرض بخبرة، و تحويل المريض من المستحيل. فهذا الظروف لابد ان الطبيب الممارس العام او الاخصائي الغير جراح او الممرض يكافي بالحد الادنى للعلاج للمنصاب. اولا احنا نعرف ان الثلثين المرضى المصابين اللي كانوا انصابوا بإصابات في الاطراف، والثلث بإصابات مركزية الرأس الصدر والبطن. اذا ثلثين عامل الاطراف، وهون شيء كثير اللي ممكن يسويها الطبيب العام او الممرض. المعالجة الاساسية للجرح للاطراف، اولا تثبيت الطرف سواء يكون كسر ام لا، وتثبيتها بكتل خشب حديد او الجبيرة العادية، جبيرة يعني خلفية باللي موجود. لا تستخدم العصبة لتوقيف النزيف الضغط المباشر على الجرح. الضغط بالصباعي على الشريان من قبل وما بعد الإصابة قريب وبعيد، الضماد بالضغط، ما هناك إصابة اجيب شاش معقمة بنفضل، اذا لا على الاقل نظيف، وعبي الجرح به واربط رباطه بالضغط. اذا وجود نزيف ووجود وبين الشريان او الوريد، لو عندي كلامب على الاقل ممكن امسكها واربطها، ولكن فقط لو النزيف بالكثرة اللي بسبب خطر على حياة المصاب. ولا تقوم بخياطة الجرح، خلي الجيب والعضلات مفتوح. ده مضاد نعم، ولكن ممنوع استخدام الخياطة والقطبة. دكتور مصعب. نعم دكتور، في عندي ملاحظة وفي استفسار. الملاحظة هي انه بالنسبة للكلام اللي تفضلت فيه، معناها في اي حرب او مواجهة يجب الاخذ بعين الاعتبار ان نركز على الناحية العظمية ودعم اي مشفى عامل في الميدان من الناحية العظمية اولا، نظرا لانه العبء الاكبر سيكون على الجراحة العظمية، صحيح؟ مضبوط. نعم. بالنسبة للاستفسار دكتور، يوجد مفهوم عند الاطباء العاملين في الميدان انه يجب استخدام العاصبة. العاصبة التورنيكت يجب استخدامه. استخدام العصبة
لماذا ليوقف النزيف؟ قلنا ان هناك طرق اخرى يوقف النزيف ويكفي لتوقيف النزيف العصبي ليستخدمه بطريقة مظبوطة بودي الا عملية البتر. ما هي الطريقة مظبوطة؟ ما هي الطريقة المظبوطة دكتور لاستخدام العصبة؟ الشروط يعني لازم توافرة. اولا يكون محطوط بالضغط كافية ان يسكر ليست فقط الاورلة ولكن كذلك الشريان. اذا الضغط الدموي يعني المصاب يعني 100-120 لازم توصلها ل 200 على الطرف السفلي على 200-220. هذا بتسبب ألم وجع شديد لازم تفكه كل ساعة لمدة 10 دقائق. كذلك من الأفضل لا تستخدمها. إن استخدامها أفضل. قلنا هناك لا يوجد جراح. أقول للممرض، أقول للطبيب العام، أقول للإخصائي غير جراحة، لا تستخدم العصبة فقط، استخدم طريقة أخرى لتوقيف النزيف. دكتور محمد، نحن عم نعطيهم توجيه وعم يتبعوه أنه أي جرح نازف يضعوا فوقه برد بعيد نفس اللي حكيناه قبل شوي، عبارة عن قطعة من القماش فوق الفتحة اللي عم يطلع منها الدم بالضبط. وتكون متناسبة مع حجم الفوهة بالضبط. ثم قطعة أخرى ثم رباط فوق هذا وعم بيوقف الدم بوقف. فهو نفسيا لما يلاقي هذا الشيء اشتغله خلاص أخي استخدم اللي كنت تسميه عصابة بس بطريقة أخرى أنه عبارة عن فقط ضغط مباشر فوق الجرح وبعدين انثبت الطرف بعد ذلك بترفع لو نزيف أساسا من الأوردة ترفع الطرف فوق مستوى القلب بيوقف النزيف. من الشريان بخش الفهوة الجرح بالقماش بالشاشة وربط ضغط على ربط أفضل بطريقة الثمينية الفرنجي. انا اريد ان اقفل الشريان الرئيسي اللي بينزف وليست الشريان الثانوية اللي بيستمر بالتروية الدموية بعيد يعني الطرف. ان اذا سكرت الكل سيؤدي في الاخر يعني البتر وجريمة. بتشوف اصابات متوسطة ولا خطر على الطرف الدراع او الرجل وتلاقي في الاخر يعني مجبور الجراح لما المصاب يوصل المسفي مجبور هو ان يتم عملية بتر. شفناها كثير فعلا حالات كثيرة جدا كثيرة جدا. نعم مضروب وين؟ في القدم حاطين العصبة من فوق ولما يوصل المسفي لا هو ولا قوة بالقوس يعني من فوق عالي جدا. هذا جريمة ولا يحتاج العصبة لتوقيف النزيف لا يحتاجها. امتى استخدمها؟ لما استخدم كل الباقي الطرقات بطريقة سليمة. الضغط والربط بالضغط ويرفع ويضغط بالصباع يعني على الشريان ما قبل وما زال ينزف. وهذا بصير امتى؟ 1 في 1000 1 في 10,000 وفعلا 1 في 1000 1 في 10,000. ان لو استخدمت الضغط المباشر الضماد الضغط السباي وارفع تثبيت الطرف وارفعه كله 999 من 1000 الحالات بيوقف النزيف. حتى عملية البتر الميكانيكي مفتوح الفخذ مفتوح الساق اخد كماش كبيرة اخد فيها واربط بضغط بيوقف النزيف
وكثير مهم ان الطبيب العام الممرض يفهم ذلك، لا يحتاج لاستخدام العاصبة للتوقيف النزيف، لا يحتاجه. اهم من ذلك الانتان بصير متى؟ لما عندي هالجر والله بينزف، فشو بخياطها بوقف النزيف. ايه واذا بصير جوا يعني تجمع دم ورم دموي، الجرح ملوثي، ما تم عملية التدريب، بصير اثنان قاتلة غانغرينا، غاز غانغرينا كزاز وغيرها. واذا صار فقط يعني بالستافيلوكوك الذهبي وكذا، بصير كذلك يعني سيبتسيميا. بعدين كل ما تشوف قطبي فكه. اكرر كلامي، لا تكون بخياطة الجرح وعندك الطريقة مفتوحة. ضمادات نعم، وغسيل يعني بنقول اولا اغسل بالماء، ما عندكش محلول ملح جيد، مية الحنفية، مية تصلح للشرب باللترات، 5-10 لترات، غطيها يعني بالضماد نظيف، اعطي مسكنات والسادات مضاد حيوي، و اول يومين ثلاثة اتركه، بعد ذلك ما تم عملية جراحية، بعد ذلك الضماد اليومي. ومع الضماد اليومي بالماء، سكر، عسل، لا استخدام مية اكسجين. المية اكسجين بتاكل الخليات ويصير ايش؟ استزناف النزيف، هيتاكل حتى خليات يعني الشريان. نعم دكتور مسعد. دكتور في محاضرات سابقة ذكرت جنابك انه لا يستخدم الضماد اليومي، الضماد بشكل يومي قلنا نعم ان بعد عملية جراحية التنظير لا تغير على الجرح لمدة 5 ايام. هون ما تم عملية جراحية، احنا غسلنا الجرح فقط، ان لا يوجد جراح. اذا لا يوجد جراح، ما تم عملية جراحية قدام الممرض قدام الطبيب العام، اصابة حرب كبيرة، بننظف بالماء والصابون الجلد حواليه، بتحط بتادين الجلد حواليه، في القلب الاصابي الجرح بكب ماء، لترات بلترات الماء، لكن لا ما تم عملية جراحية. اذا هون مسموح خليه الاول 48 ساعة يرتاح، ويتم عملية تجلط كل الشريان الاوردي الصغار، وبعد يومين ضماد غيرت ضماد يومي، وبالماء بالعسل والسكر ليست بماء اكسجين. اذا لما ما بنجري دكتور، لما ما بنجري نحن اي تنظير للجرح بسبب عدم توافر جراح او عدم توافر انسان خبير، سنغير الجرح بشكل يومي. نعم. لكن عندما نجري تنظير للجرح وتوضيب له، لا يتم الغيار على الجرح الا بعد 4 أو 5 أيام. ان في العملية التنظير تم استغسال الانسجة المضروبة الملوثة، ولكن هون مازال هذا الانسجة المضروبة والموتة مازال موجودين في قلب الجرح، وبعد كذا يوم يكون واضح يظهروا الانسجة الميتة بالخط مرسوم، وهون تبين الجلد والشحم تحت الجلد لما بيموت يكون مسودي وخط، هون الجلد جيدي وهون الجلد مسودي، هذا الجلد يعني الميتي. العضلات يعني
العضلة الطيبة الحي تبقى يعني احمر احمر على بني، ولكن المضروبة الميتة يكون زحرية او مبيضة. ولما بتمسكه بكلامب الفورسيبس بتفتفت مش متمسك. اذا في هذه الحالة حتى الممرض او الطبيب العام ممكن ان يتم عملية الاستئصال. امسك بالكلامب وشد العضلة الميت هتيجي معك لانه مفتفتة. لما بتمسك العضلة وما بتيجي معك بالكلامب بمعنى ان هذا العضلة بعده حي وممكن ينزف كذلك. فعملية تنبير يعني بسيطة جدا بالتخدير الموضوعي وبعد يومين ثلاثة تبين هناك خط مثل خط تماس يعني ما بين الانسجة الميتة والانسجة اللي مازال يعني طيبة. وهذا ممكن يتكرر. مش بالضرورة ان يوم واحد الطبيب العام الممرض يحاول يعني يقص الكل. شيل السطحية، شيل الانسجة الميتة السطحية اللي بتيجي معك بسهولة. الثاني يوم احط فيها سكر او عسل. ثاني يوم تغسله بالماء. امسكه ثاني الميتة هتيجي معك. اغسله حط فيها سكر. ثاني يوم نفس الشيء اغسله شد عبوا بالسكر. على 4-5 ايام بتلاقي ان اغلبية الانسجة الميتة يعني يعني بيتم يعني استكسالها. ولا تخيطها. اتركه مفتوح. واترك الجرح ان اتلحم بالمقصد الثاني. هو بتلحم لوحده. حتى في طريقة الجراحين استخدموها في الحرب الأهلية في إسبانيا في 36 سنة 1936 جراح كبير ترويتا وأصبح بعد ذلك لجنة سياسي في إنجلترا وأستاذ جراحة في جامعة أوكسفورد. ترويتا كان يعمل عملية الاستكسال التدريب ينظف وبعدين يحط الطرف في جبس كامل ويترك الجريح بهذا الشكل اسبوعين ثلاثة اربعة وكسر مفتوح. وبعد شهر ونص يفتح الجبس بتلاقي شظية العظمة اللي ميتة ومازال موجودة في الجرح يطلع لوحده وتلاقي ان الجرح يعني الاصابة يعني اتلحمت بالمقصد الثاني لوحده. وهذا يستخدمت في حرب العالمية الثانية كذلك لما كان هناك الوف والوف والوف المصابين في يوم واحد. لما عندك معركة وفي معركة واحدة عندك 5000 جريح وحتى 100 جراحين يعني مش قادرين عليهم. شك نظف قد ما ممكن حط له بالجبس. اذا هون بعد التغير يعني اليومي استخدام السكر والعسل الغسيل وكل يوم اللي تبينت هناك انسجة ميتة اكليمهم وفي الاخر ما عادش في انسجة ميتة خلاص كله اللي باقي يعني بالجرح يعني طيب وحي. اذا احط له بالجبس وما يغير عليه. عاطي بس ياكل تغذية جيدة. حليب لبن جبنة اللي فيها كالسيوم بروتينات. وبتلاقي ان تحت الجبس الجرح يعني بتلحم بالطيب بالمكسب الثاني يعني لوحده. الجرح الراس
جرح الراس هناك الأغلبية الحالات اللي وصلوا المصفي وبعضهم حي بيكون بهذا الشكل. ليست التلك الشظية اللي فيها يعني مدخل ومخرج او ان الجمجمة يعني مفتفتي، ان هذول يعني بيتوفق يعني قبل وصول المصفي او نادر اللي بيوصلوا. الاغلبية بهذا الشكل يعني تلقى على ناحية تركتها او شظية وكذا، ولقد دخلت في الجمجمة ودخلت في المخ 4-5-6-8 سنتي بتوقف. فالجمجمة مكسور والأصابع مخفورة وبقت يعني بهذا الشكل. لا يوجد جراح، إذن أخلي المريض المصاب على وضع نص جلس في السرير رأسه لفوق، اتأكد من الطريق الهوائي، انتبيب لو انا قادر ولو هو في حالة غيبوبة، لو لا هزع الرغامي وهزع الرغامي الطبيب العام والممرض ممكن يطلعوا على المحاضرة على الاصابات في العنق ويشوفوا كيف يتم هذه العملية. طبعا من ضمن هذا المصابين اللي دخلت الشظايا التلقى يعني 4-5 سنتي كثير منهم واعيين حتى يدخل على المصفي وهو ماشي على رجليه مش في حالة غيبوبة. إذن هون المصاب نفسه بيحكم على الطريق الحيوية ولا يحتاج ولا لانتبيب ولا لحزع ولا شيء. احنا بنحكي هون على المصاب اللي فقد عين الوعي درجة ويحتاج لمساعدة حتى ان يحافظ على طريق الهوائي. لا شيء بالفم، لا شيء بالفم، كثرة بولية وعطي 1.5 لتر رينجر في اليوم، وممنوع استخدام المحلول السكري دكستروز. 1.5 لتر رينجر في 24 ساعة، لا شيء بالفم والكثرة بولية. عطي السادات المضاد الحيوي مساكنات عند اللزوم. ان كذلك بقول هذا المصاب اوقات كثير يكون واعي. ثم النفس الجرح الاصابي اغسله يومين بمحلول الملح بسرنجة 20-60 سنتي، اغسل واشفط بنفس السرنجة، اغسل واشفط، اغسل واشفط، اغسل واشفط بماض نظيف، وبعد يومين 3-4 بتلاقي المخ المدرب مثل اللبني، اللبن الزبادي، المخ الحي الطيب مثل الجلي الجلو. فبهذا الغسيل البسيط وشفاط بسيط بتلاقي ان المخ اللي مثل اللبن بيطلع من الجرح وبيضل جوا فقط ايش الجلي. بعد كذا يوم ما ضل فيها لبن في الجرح فقط الجلي، هون الغطاء يعني هلا بقطب الجلد. بعد يومين 3-4 لما ما يصير عملية يعني تسرب يعني اي مخ مضروبي مثل اللبن الزبادي، يعني فقط موجود بالجرح هذا الجلي.
هلا ممكن اخيط الجلد. مسألة بسيطة ولكن كذلك ينفع في الحالات ان الاصابة نسبيا بسيطة. لا تنسى هناك في مصابين ماكلين شريعة او طلقة واقول دخلت كم سنتي فقط ويدل وعي ويجي لك على المستشفى ماشي على رجليه وايش شفنا حالات اجوا بعد 4-5 ايام وبدون علاج. طيب يكون يمكن في التهاب انتان ومعامل مثل خراج لكن هذا الخراج مفصل عن البقية في المخ علشان هيك بعده يعني طيب بعده يعني عيش هو وما صار التهاب في صحيه من انجيتس. اذا هذا الحالات بتيبوا هذا اصابه ليست قاتله. يكون قاتله لو ما تم علاج مزبوط لو صار انتان بتوسع هون المريض شوي بشوي بيموت. الجرح الصدري اكثر من 90% يحتاج فقط لتفجير صدر نبوبة. والاهم شيء بعد ذلك معالجة الفيزيائية جيدة التنفس والسعالي وكذا. وممكن ان هذا الممرض او الطبيب العام ينظر على المحاضرة على الاصابات يعني الصدر ليشوف التقنية والطريقة لدخول النبريش تفجير يعني الصدر بالتخدير الموضوعي. ولا تنسى لو هناك نزيف بالصدر نص لتر هذا لا يحتاج لنقل دم لكن لو زيادة لترين وغيره ممكن يستخدم النقل الدم الذاتي ان الدم اللي بيطلع من الصدر ممكن نعوده للجريح وكذلك هذا منشرح في المحاضرة حول إصابات الصدر. دكتور محمد هو شيء بديهي بس لازم ننبه له انه إعادة الدم اذا كانت تاخذ بشكل عقيم لانه في البعض ما بيحط سيروم ملحي معقم داخل الزجاجة بيحط مي عادية فهذا صحيح. الكلام مرفوض بالنسبة له انه يعمل اعادة نعم. الدم ان المي السيل يعني الدم اللي بيصير فيها بتكسر الكرات الحمراء اذا لابد ان في زجاجة يكون محلول ملح. تمام المحلول ملح عنده النفس الاوزمولاريتي مثل الدم اللي هو ايزوتونيك ولكن الماء هو هايبوتونيك اذن بصير عملية كسر الكرات الحمراء اذن في زجاجة نعم بنحط محلول ملح وليست ماء. كلام سليم. الجرح البطنية هناك حالات نزيف شديد وعلى رحمة الله لا يوجد جراح مش ممكن نسوي شيء بهذا الحالة ولكن حالات كثير اذيات خشاء فقط ولو نزيف صغير يعني فهون المريض هيموت من عملية التهاب البريتوان بس هذا بياخد يومين 3-4 ليقتل. ماذا ممكن يفعل؟ وضع المصاب نفس ده جلس لا شيء بالفم طبعا كسر البولية
وبقى قعدت 2 لـ3 لتر رينجرز او محل الملح في 24 ساعة. المضادة تحوي وبقى مسكنات. وبعدين تحت تخدير الموضعي بشق جرح 4-5 سنتي فوق الارتفاق العوني، وهون لا يوجد شريان للنزيف، فيها فقط يعني صفاض شديد، بس صفاض فقط. وبعد ذلك ندخل قسطرة تفجيري في البطن وعملها لتحت للحوض، وبهذه الطريقة انا بحول ان اصنع هناك نسور، ان المصاب مش جلس، اذا كل شيء اللي في بطنه واللي ننزل من المعدة من الاعماء بينزل تحت في الحوض. بياخد مضاد حيوي، بياخد مسكنات، محاليل، وانا دخلت تفجيري يعني تحت في الحوض، واحول ان اصنع بهذا الطريقة نسور، وهذا النسور يمنع التهاب البريتوني المنتشر من واسع. اوقات بينجح اوقات لا، ويتم التهاب البريتون منتشر والمريض بيموت. ولكن اذا حصلت فقط نسور بتيب يعني يضل عايش غاية ان يوصل للمصفي ويتم هناك الاجراءات اللازمة للنسور اللي موجود فيه. اذن هناك بعض الاشياء اللي ممكن يتم للعلاج المصابين حتى لو لم يوجد جراح، ليست يعني بالفلسفة وليست بالفانتازية، بالمبادئ علمية أساسية. فالممرض الطبيب العام الإخصائي غير جراحي لا يحس ان هو في حالة شلل امام المصاب، ممكن يعمل الكثير وممكن ينقذ الكثير، وحتى بالإسعافات الأولية ممكن ينقذ الكثير ويخفف المصابات اللي بيعاني منهم يعني المصابين الحرب. وشكرا لكم.